صنعاء تستدعي كافة العسكريين لأول مرة منذ بداية الحرب لتنفيذ هذا الأمر. إليكم تفاصيل الخبر. استدعت وزارة الدفاع بحكومة صنعاء كافة العسكريين وقادة الجيش اليمني لصرف رواتبهم للسنوات القادمة وفقا لمصادر مطلعة. وذكرت مصادر أن وزارة الدفاع استدعت كافة الجنود والضباط المفصولين لكي يتم مواصلتهم وتوزيعهم على ألويتهم تمهيدا لصرف مرتباتهم المنقطعة منذ العام 2016. ونوهت المصادر بأن أغلبية من تم استدعاؤهم حصلوا على أرقامهم العسكرية. يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بانفراجة وشيكة في مفاوضات مسقط تتمخض عن تفاهمات لصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين بعد انقطاعها منذ نقل البنك المركزي من صنعاء قبل 7 سنوات.